السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل معاكم النهاردة الكب كيك. بنحتاج 3 كوبايات دقيق، ده حجم الكوباية اللي أنا عاملة بيه. أجي هنا حاطة 2 كوباية، ودي الكوباية التالتة. طبعا الدقيق منخول وحط عليه ذرة ملح. دول 3 كوبايات دقيق بالحجم ده. عندي 2 كوباية سكر برضو نفس حجم الكوباية. ادي 1 كوباية سكر، وادي 1 كوباية التانية، 2 كوباية سكر، 4 بيضات، بحط عليهم فانيليا، بحط فانيليا بودر، طبعا اختياري بودر او سايلة زي ما انتي عايزة. حط يبقى هنا 4 بيضات وعليهم الفانيليا، وبحط عليهم معلقة خل ابيض، معلقه كبيره معلقه اكل الخل، طبعا نخلي الكيكه هشه وطريه هنا يبقى فيه. وعندي هنا 1 كوباية سمنه على زيت، يعني حاطه الربع زيت والباقي سمن زي ما احنا شايفين. وعندي مج لبن، وعندي بيكو بودر، وطبعا كاكاو عشان هنعمل بني، معلقة كاكاو. وعندي هنا شوكولاتة، وعندي هنا شوكولاتة شيبسي بحطها على وش الكب كيك، وشوكولاتة في المسيلة الوان. طبعا جي بعد ما نحط الكيك اللي كبه بنحط عليه الشوكولاتة. اول حاجة بعملها بجيب البولة اللي هعمل فيها، بحط البيض اللي عليه الفانيليا ومعلقه الخل، بنزل في البوله، وبجيب السكر 2 كوباية، اجي 1 كوباية واجي 1 كوباية التانية، وبضربه طبعا بمضرب كويس قوي، بضرب الخليط البيض مع السكر. بضرب كويس قوي لحد ما يتجانس مع بعضه. هخلص ضرب البيض مع السكر عشان صوت الخلاط وارجع لكم. بعد ما ضربت البيض مع السكر كويس زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بروح نازله بالزبده بالسمنه والزيت اللي انا حطاهم، بنزل كده طبعا كويس لحد ما السمنه تختفي مع الخليط. بعد ما ضربت السمنه مع البيض والسكر، بنزل بمج اللبن واضرب تاني لغايه ما اللبن يتجانس مع الخليط. بعد ما ضربت اللبن مع الخليط، عندي هنا الدقيق المنخول وعليه ذره ملح، بحط عليه البيكنج بودر، بحط بيكو بحاله حوالي معلقه ونص كبيره بيكنج بودر، وبنزل على الدقيق كده على بالدقيق على الخليط بالراحه تظبطين كده. بضرب عليها كده شويه عشان بس الدقيق ما يتنكرش.
بعد ما ضربنا الخليط كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وده الخليط اللي انا عايزاه القوام بتاعه. بسيب المضرب كده. طبعا انا لسه هعمل كاكاو، فبجيب الاول الفورم اللي هعمل فيها، انا عندي هنا كوبات اللي هي الفويل دهنيها طبعا بالزيت، ماسكه واحده واحده كده فرشه زيت ودهنيها كويس. وعندي البي سي جي طبعا بنحطها في الفورمه. بجيب المعلقه، بجيب معلقه وبنزل طبعا في الكبوت، بياخد معلقه كده بالراحه وبنزل في نص الكب، احط معلقتين يبقى كله قد بعضه. يعني انا احط لحد ما توصل للنص عشان لما تقب تبقى ايه حجمها كويس. بفضل طبعا اخلص الكميه، بملى كل القبات. بعد ما عملنا القبات بالابيض عندنا هنا كاكاو، هنعمل حبه بالكاكاو. بنزل بالكاكاو على العجينه وبضربها تاني بالمضرب لحد ما الكاكاو تتجانس خالص وتاخد اللون البني. عملنا البني الابيض، بنعمل البني زي ما احنا شايفين كده. عملنا البني، هنحطها في الكوبات. هنجيب هنا الكوبات بتاعتنا ونحط فيها البني. حطينا هنا ابيض، نحط البني، ناخد هنا البني. نحط كده لحد النص. بحط طبعا، بخلص كل المقدار. بعد ما خلصت الكبات بتاعتي بجيب الشوكولاته الشيبسي واروح حاطه كده برشرش على وش الكبات اللي انا عاملاها. طريقه كده، وبجيب الالوان شوكولاته الالوان بحط على البني. ممكن نحط برضو الوان مع البني كده ديكور. ما احنا شايفين حطها طبعا درجة حرارة 180، بسخن الفرن كويس وبعدين بقلل الحرارة 160. بخلصها طبعا بختبرها بخلة او بعصاية شيش طاووق لحد ما تطلع من غير عجينة، يبقى كده استوى. هنحطها كده في الفرن ونوريها لكم بعد ما تطلع. واجي الكب كيك بتاعنا بعد ما طلع من الفرن زي ما احنا شايفين ده شكله. طبعا انا عندي الفورمه بس لقيتها وحشه رميتها، فبقيت اعمل كده البليسير، بقيت احط فيه كده زي ما احنا شايفين ولصفي صينيه عاديه وطلع والله جميل زي ما احنا شايفين المنظر. ودي القبات الفويل، دي البني، وادي الابيض ده شكله. ان شاء الله هطلعه نقش ورصه زي ما احنا شايفين. ودي الكمية اللي طلعت من 3 كوبات ودقيق.